مشاهدينا الكرام مرحبا بكم بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. أتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة. أكيد اليوم غادي نناقش معكم واحد الظاهرة اللي أصبحت منتشرة بشكل كبير وسط شوارعنا المغربية. وواقع الشارع المغربي ينطق بشكل شيء وتنمي ظاهرة التسول اللي صح كبرات وبشكل كبير. ومباشرة بعد ما رجع النقاش ابتداء من ليلة 27 رمضان أو ابتداء من ليلة القدر رجع النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الظاهرة هذه اللي انتشرت. فمثلا في هذه الإشارة المرورية ما كيمكنش توقف إلا وتلقى ما بين 5 حتى 6 ديال المتسولين اللي كيجيو عندك وتيقول لك صدقة. الصدقة أمر واجب وضروري نتعاونوا بيناتنا ونعاونوا بعضياتنا، ولكن الصدقة لمستحقيها للناس اللي كيستحقوها. مشاهدينا الكرام، لأنه بصح كاين مجموعة من المشاهد اللي كنتلاقاو معاهم باش نشوفوهم هي مشاهد مؤلمة وصعيبة وصعيبة بزاف. ومثلا كما كتشوفوا على المباشر أنا في طريق عين سبعة. هاد الطريق هادي فيها بزاف ديال الفروج، مثلا الفروج اللي أنا فيه دابا فهو عامر بالمتسولين، هاد الناس اللي من سنة ما نقولوا لأنهم كيخلقوا مشكل كبير وكبير بزاف. مشاهدي الكرام كما كتشوفوا حنا كنشدو في هاد الإشارة المرورية اللي عامرة، وكما كتشوفوا كاين أشكال من 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 طرق التسول. كاين اللي كيوقف شي يقول لك عاوني، كاين اللي احنا حتى نخوف. خصنا نصدقوا، خصنا نعطيو، ولكن لمستحقيها. اش فراسكم انا ملي كتعطي شي حد؟ حنا شفنا مجموعه من المدركين الناس اللي كيطلبوا بالدراري صغار على بعض الله، دراري صغير كيطلبوا فيه، دراري صغير كيكون ماشي ولدها، خرجاه وكتطلب فيه في عز هاد الشمس هادي، في عز هاد الحراره هادي عباد الله، كتلقاه مخرج دري كتطلب فيه وكتطلب بيه وديراه وسيله لكسب تعاطف الناس. اليوم مثل كرام كتشوفو انتشرات الظاهرة واللي هي ظاهرة كبيرة وكبيرة بزاف، ظاهرة التسول. شنو الناس اللي ولاو كيعتبروه ريع مربح وكيعتبروه تجارة مربحة كما شفنا في هاد الفيروز هذا. ف صعيب أن نشوفو إشارة مرورية بهذا الشكل هذا وبهذا المستوى هذا، لأنه أنا كنشوف لأنه كاين ناس مستحقين، حنا ما نخلطوش، كاين ناس كيستحقوا ودايزه فيهم وخصنا نعاونهم ونوقفوا معاهم، ناس اللي مراض، ناس اللي ما بحالهمش، ناس اللي ما يمكنش لهم. فأكيد حنا تعلمنا وعرفنا على أنه الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب إلى آخره. فخصنا نشوفوا ناس اللي كيستحقوا الصدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أنه اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني ملي كنكونوا بحال هكا راه فاش كنكونوا كنتعلموا هاد العادة هادي راه مكنبقاوش نزيدو بها القدام. وتلقى صاحبي ناس اللي عندهم القدرة على الاستغلال، ناس اللي كبار، ناس اللي ما عرفتش ما بغاش نوصفهم شي. كما قلت لكم ما بغيتش نوصفهم شي اوصاف اللي ماشي هذيك، ولكن راه بصح كنشوفو ناس ما كيستحقوش الصدقة خارجي. أنا كنقول لأن الناس مستحقيها كتلقاهم كاع ما كيرضاو على أنهم أصلا يطلبوا، كاع ما يبغيو أنهم يطلبوا، كاع ما يبغيو أنهم يكونوا في هذاك الموقف. فالواحد تعاونو يدير مشروع، يوقف على رجليه، أي حاجة، ولكن السعاية
راه حرفه ما زويناش، خاصه انه بزاف الناس ولاو كيعتبروها ريع مربح. مشاهدينا الكرام، تلاقوا بالخير، السلام عليكم.